معانا النهارده دكتور هاني الشهيدي، مدرس بالانعاش القلبي بالجمعيه الامريكيه لامراض القلب المتقدم. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، كنا عايزين نسال حضرتك ايه اللي ممكن تعمله الستات لتقليل خطر الاصابه بامراض القلب؟ والله هو السؤال ده حلو جدا، لان احنا في حاجه في الجمعيه الامريكيه لامراض القلب ابتدوا يطلقوا حاجه اسمها جورد فور وومن، او الاهتمام بالسيدات في امراض القلب. احنا كنا في عرف في مصر كده يقول لك الست ما بيجي لها وجع بتتدلع شويه. الموضوع مختلف في السيدات، فعلا السيدات بروتكتيف، لان الفتره اللي فيها المينوبوز او قبل مرحله المينوبوز، طول ما في البيريود موجوده، دي فيه هرمونز الاستروجين والبروجسترون بروتكتيف للست من ان هي ما يجيلهاش امراض القلب. ولكن للاسف اكتشفوا ان التدخين من ضمن العوامل، او الضغط او السكر، اي حاجه منهم لما بتصيب السيده بتلغي البروتكتنج فاكتور ده، وبالتالي بتبقى نسبه حدوث امراض القلب في السيدات عاليه. فعايزين نقول ان الحاجات في ريسك فاكتور، او الحاجات العوامل الخطوره اللي بتؤدي لقصور الشريان التاجي كتيره، بس الحاجات البريفنشن اللي نقدر نمنحها على الاقل في السيدات اللي بقت منتشره في كل حته في مصر التدخين. اوكي، طيب هل علاج امراض القلب مختلف، طريقه العلاج مختلفه من السيدات للرجال؟ مش نقدر، ما نقدرش نقول كده. هو قلب السيده غير قلب الرجل شويه، بتفرق يعني جرامز قليله. ولكن اللي بيختلف هنا ان زي ما قلت لحضرتك البروتكتنج بتاع الهرمونز موجود، فما بنبداش العلاج بدري في السيدات. دايما عندنا ان السيدات ما بيحصلش داخل بعد المينوبوز، نقول هيجي لها بعد ال50 ونبتدي نفكر ايه اللي هيجي لها بعد ال50. فطريقه العلاج بتبقى خطه العلاج مختلفه شويه، ما بيبقاش بنفس الاجريشن اللي داخل بيها الرجال من بدري. يعني بتبقى تفرق، نفس الادويه مش هتختلف، ولكن احنا بنتكلم الاجريشن، تدخل العلاج امتى وتدخله بكميه ازاي. وعايزين نهتم شويه، نبص للست اكتر، ان احنا كنا بنهمل ان الوجع ده بيجي لها وبنقول ده حاجه عاديه. لا، عايزين نهتم بيها اكتر شويه من كده. طيب، نصيحه للسيدات بقى عموما عشان تقلل خطر اصابه بامراض القلب. هو مش يعني للسيدات بس، انا دايما في جمله انا بحب اقولها: اعرف رقمك، احفظ رقمك. الرقم اللي عايزين نحفظه مش رقم البطاقه، مش رقم الباسبور، مش رقم الموبايل. الرقم اللي عايزين نحفظه: ضغطنا كام، سكرنا كام، وزننا قد ايه، مستوى الدهون في جسمنا قد ايه. كل واحد فينا لو عرف الارقام دي، صدقيني هنبعد كتير قوي عن امراض القلب. يعني نعرف ضغطنا عشان ما يعلاش، هنقيس سكرنا، هنقيس وزننا، هنشوف نسبه الكوليسترول. لو ظبطنا الحاجات دي هنبعد كتير قوي، هنعمل بروتكشن كتير قوي من امراض القلب. تمام، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، اتشرفنا. ربنا يخليك. ماشي، حضرتك.